السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو هيكون سريع جدا، مش هياخد دقيقة ولا دقيقتين، بس قلت حاجة حصلت معايا لازم احذركم منها. الباور بتاع ماي واي كلنا عارفينه، فظيع جدا، جبار مع الدهون، مهما كانت الدهون صعبة بيشيلها، مفيش اي مشكلة. بس نصيحة لوجه الله، اوعي تقفلي على نفسك المطبخ وانت بتستعملي، يعني لو تستعملي منه كتير اوعي تقفلي على نفسك المطبخ، ريحته قوية جدا بتدوخ لدرجة ان انت ممكن يغمى عليكي. يعني انا كنت بستعمله على البوتاجاز ورشيت منه كتير، ما اقولكوش الريحة بجد كنت هتخنق يعني. وكمان عندك اطفال، فحاولي على قد ما تقدري هترشيه يبقى الباب مفتوح، شباك المطبخ مفتوح والشفاط مفتوح، لانه عامل زي فانش، زي فلاش بتاع الارضيات بالظبط. كنت جايباه قبل كده ورشيته في الحمام والحمام كان مقفول، كنت هتخنق. نفس القصة، كلها مواد كيماويات بتبقى صعبة جدا جدا جدا، فخلي بالكم من الموضوع ده، واوعوا تستعملوه في مكان مقفول. افتحي الشباك، افتحي الشفاط، افتحي الباب، خلي دايما المطبخ مفتوح وانتي بتستعمليه. ده كان فيديو سريع كده قلت احذركم منه، لان دي حاجة حصلت معايا، انما هو كويس وممتاز جدا لو الدهون مهما كانت صعبة جدا بيشيلها. ده كان الفيديو، سلام عليكم.